يسأل يقول ما هي أسباب الفتور في الطاعات؟ أسباب الفتور كثيرة، منها طاعة النفس. أنت إذا أطعت نفسك أنت ما تعمل شيء، لأن النفس تريد الراحة، النفس تريد الراحة، لكن إذا عودتها شيئا فشيئا اعتادت، وإذا طاوعتها أهلكتك. هذا شيء. الشيء الثاني مجالسة الكسالى، مجالسة الكسالى والغافلين، إذا جالستهم أخذت من طبعهم وجاريتهم. فلا تجالس أهل الكسل وأهل العطالة، جالس الصالحين وأهل الخير وأهل العلم، أهل العلم. الثالث الاشتغال بالدنيا، إذا أكثرت من الاشتغال في الدنيا عطلت عليك آخرتك. الاعتدال، تعمل لدنياك وتعمل لدينك باعتدال، ما تغلب جانب على الثاني، هذا هو الطريق الصحيح. تطلب الرزق وتعبد الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فهذا هو الاعتدال، وهذا هو الطريق الصحيح. أما اللي كل دنياه يجعله لطلب الدنيا هذا تضيع عليه الآخرة، أو العكس، اللي كل دنياه يجعله للآخرة هذا تضيع عليه دنياه ومصالحه التي لابد منها، ويصير عالة على الناس. نعم.